يسعد صباحك عفاف. صباحك وصباحك يا رب. صباح الخير لجميع مشاهدينا، اكيد من وين ما كنتوا عم تتابعونا وشو ما كنتوا عم تعملوا، بنسال الله دائما بكل يوم، نساله الخير بهذا اليوم والخير بالحياه وبالاشخاص وحتى بالدروب. بدي اتمنى لكم صباح مثل ما بتحبوا كل يوم وكالعاده، واكيد مرافقينكم اليوم بمحطات طبعا جديده ومميزه ومواضيع ايضا مهمه بساعه ونص من الوقت. ولكن بالاول بدي ارجع صبح على سلمى. صباحك عن جديد عفاف، وصباح الخير لكل المشاهدين وين ما كانوا عم يحضرونا. نهار جديد بنقول يا رب وبنستبشر خير اكيد فيه، وبنتمنى الكل يكون هالنهار هيك فيه كثير من الرزق والتوفيق بكل المجالات وين ما كنتوا. اكيد درجات الحراره ما زالت عم ترتفع عن معدلاتها، واكيد مثل العاده بنقول لكم ديروا بالكم على حالكم، ما تمشوا بساعه الذروه بالشمس، وخلي معكم دائما مي واي شيء هيك ممكن يساعد بهي الشوبات. ومواضيعنا الحلوه رح تبلش معكم، ولكن بعد ما نصبح عليكم بغنيه. هل تعلم انه القهوه ممكن يكون لها خصائص جديده وممكن نكون لاول مره عم نسمع فيها، او ممكن نكون كمان نعرف فيها بس شوي؟ خلينا نتاكد ضمن هالتقرير. هل تعلم أن معدل استهلاك القهوة اليومي حول العالم يبلغ ما يعادل 3 مليارات كوب، وأن القهوة تقع في المرتبة الثانية بعد النفط ضمن قائمة المواد الأكثر تداولاً من حيث الاستيراد والتصدير في المبادلات التجارية عالمياً؟ وتتنوع ألوان حبوب البن قبل تحميصها بين الأحمر والأصفر والأخضر. وهل تعلم أنه عندما تم استخدام حبوب البن أولاً كنوع من الطعام، حيث كانت تعرض لأشعة الشمس للتحميص، وأنه في إيطاليا تعتبر مهنة صانع القهوة من المهن التي تحظى بالتقدير والاحترام وتوازي العمل في الطوارئ، وأن شجرة القهوة تعيش وتكون قادرة على الإنتاج لمدة 100 عام؟ وفي اليابان تقدم بعض المنتجعات خدمة الاستجمام بالشاي الأخضر أو الشوكولا أو القهوة. وبعد ما تعرفنا على فوائد القهوة خلينا نروح لنرجع برزنامة التاريخ ونقلب ونتعرف على أبرز الأحداث يلي سجلت حضورها بمثل هاليوم وشكلت حكاية يوم. كل يوم تتوالد أحداث جديدة وبتتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة بنسترجعها مع بداية كل صباح. اليوم 4 تموز، خلونا نتعرف على أبرز هي الأحداث. بمثل هاليوم من عام 1827 ولاية نيويورك تصدر قراراً تمنع فيه الرق على أراضيها، وبعام 1837 تدشين أول خط للسكة الحديدية طويلة المدى في العالم يربط بين بريمنغهام وليفربول بإنجلترا. بعام 1997 نزول المسبار الفضائي باثفايندر على سطح كوكب المريخ. وبعام 2002 تحطم طائرة من نوع بيونغ 707 في مطار بانغي بجمهورية إفريقيا الوسطى أدت إلى مصرع 25 شخص. وبعام 2013 افتتاح أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم في بريطانيا. هاليوم شهد على ولادة عدد من الشخصيات يلي كان إلها بصمة مميزة. بعام 1790 جورج إيفرست جغرافي ومساح ويلزي أطلق اسمه على جبل إيفرست. وبعام 1912 سعيد عقل شاعر لبناني. من الشخصيات يلي شهدها اليوم على تاريخ وفاتها، بعام 1934 ماري كوري عالمة فيزياء وكيمياء بولندية وعرفت بأبحاثها في إضمحلال النشاط الإشعاعي، وهي أول امرأة حاصلة على جائزة نوبل. صباح
خير عن جديد وانتقالا لأولى فقراتنا لليوم. رح نحكي عن موضوع جدا مهم. كثير من الأشخاص بنشوفهم بحياتنا عاطفيين كثير بالحياة وسريعين التأثر بالآخرين، وكمان بيخافوا، عندهم رهبة الخوف من فقدان الأشخاص الآخرين، وبيسعوا دائما لإرضاء الأشخاص يلي حواليهم، ودائما بنلاقي معاملتهم مع الأشخاص بتكون غريبة وحدة نوعا ما، وبأغلب الأوقات هم متقلبين المزاج. ولكن ببعض المراحل أو بمرحلة محددة بتكون هاي مؤشرات لإصابة هذا الشخص باضطراب الشخصية الحدية. أكيد عفاف، اليوم رح نتعرف أكثر عن هذا الاضطراب وما هي الشخصية الحدية، وهل لها صفات معينة، قد هذا الشخص ممكن يأثر على حياته وعلاقاته مع الآخرين وأيضا علاقاته مع المحيط، وكيف ممكن تتعالج هي الشخصية، وبنفس الوقت كيف ممكن نتعامل معه نحن كأشخاص بالمحيط. هي التفاصيل وغيرها من الاستفسارات رح نطرحها على ضيفتنا بالاستوديو الاختصاصية النفسية الأستاذة سلام قاسم. صباح الخير أستاذ سلام، ويسعد أوقاتك. يسعد صباحك سلمى، يسعد صباحك عفاف، يسعد صباح المشاهدين. يسعد صباحك أستاذة سلمى. يعني اليوم موضوعنا كتير مهم، ويمكن قبل ما نسأل عن تشخيص هاي الحالة اللي ممكن تكون بكتير أوقات مبهمة أو صعب تشخيصها، خلينا نعرف اضطراب الشخصية الحدية بشكل علمي. هلا بصراحة نحن كتير بنصادف أشخاص بحياتنا وبيكونوا انفعاليين ومتغيرين المزاج بشكل متواصل، ودائما بنلاحظ عندهم هالشيء، بس نحن ما بنعرف نعطيهم عذر او نعرف شو مشكله هدول الاشخاص. مشان هيك فاضطراب هدول هن الشخصيه الحديه نوع من انواع الشخصيات، ولكن اضطراب الشخصيه الحديه هو عباره عن مرض من امراض الصحه العقليه. هذا المرض بيتميز انه شعور الاشخاص هدول تجاه انفسهم تجاه الاخرين بيكون متبدل، اضافه الى انه عندهم شيء من الخوف من الهجر، الخوف من انه حدا يتركهم، الخوف من انه يبقوا لحالهم دائما، فبيكونوا انفعاليين، بيكون مزاجهم متبدل، دائما عندهم تدني شعور الذات، دائما عندهم عدم ثقه بالنفس، دائما بنلاقي نحن انه عندهم اضطرابات تجاه الاخرين، حتى ممكن انه تتجه هي الاشياء اللي بحسوا فيها الى تانيب الذات، تانيب الضمير، بنفس الوقت من كثر الحاله الشديده اللي بيكونوا فيها. على فكرة هي من أشد حالات أو من أشد الاضطرابات العقلية عنفا، لأنه هاي الاضطرابات، هذا الاضطراب بيتجلى أنه بالأخير ممكن الإنسان يتجه إلى إيذاء النفس، ممكن يوصل إلى حالة من الانتحار. هو عادة ببلش بمرحلة البلوغ، ممكن يصل إلى مرحلة الشباب، خلال هاي المرحلة بيكون بالأوج، ممكن مع الوقت أنه مع تقدم العمر يتم العلاج، ممكن بعض الأعراض تتلاشى، ولكن في أعراض تانية ممكن تبقى، بتم المريض انه بيتعامل معها بطريق انه يحسن يسيطر على هي الاعراض، وبالاضافه الى انه الاشخاص المحيطين فيه ممكن يعرفوا مشكلته ويعرفوا كيف انه يتعاملوا معه. فهو صراحه من احد الاضطرابات الصحه العقليه واشدها تعقيدا. طيب استاذ سلام، خلينا نتعرف شوي على الصفات او الاعراض اللي بتكون بارزه، واللي ممكن يمكن نحن دائما بنقول اضطراب السلوكي الشخص شوي ما بيحس فيه بسهوله، كيف ممكن المحيط يعرف انه هذا الشخص عم بيعاني من مشكله ويحاول يمد له ايد له؟ تمام، حتى مو انه ممكن المحيط يعرف، حتى ممكن احيانا احد الاشخاص بيكونوا بيعانوا من هذا الاضطراب بس ما لهم عارفين انه هو اضطراب الشخصيه الحديه، الا لحتى يستشيروا اخصائي او طبيب نفسي لحتى يدلهم على الحاله ويقدم العلاج المناسب. هلا كثير مهم انه نحن نعرف الاعراض يلي ممكن تصاحب اضطراب الشخصيه الحديه. هلا اهم عرض من الاعراض هو الخوف الشديد من الهجر، الخوف الشديد من الوحده لدرجه انه ممكن يصل الى شيء غير طبيعي، شيء غير معتدل، اضافه الى انه نحن بصير عنده المريض نوع من جنون الارتياب او انه انفصال عن الواقع، بحس حاله انه هو موجود ولكن غير موجود بنفس الوقت، ما في ارتباط، يعني ما بحس بتلامس جسده مع المكان اللي قاعد فيه، ما بحس، بحس حاله كانه طاير بالهواء يعني، ففي انفصال عن الواقع. هذا قد يستمر من دقائق الى ساعات، اضافه الى انه بيكون عنده هذا المريض شعور بالتغيرات، التغيرات الداخليه اللي موجوده عنده، سواء بالنسبه
له أو بالنسبة للآخرين؟ بالنسبة للآخرين ممكن أحياناً تشوفيه بيعرف أحد الأصدقاء وهو صديق له على أساس بلاقيه أنه شخص مثالي وشخص كتير جيد كتير محترم، فجأة بتلاقي بتتغير نظرته 180 درجة، بصير بلاقي هذا الشخص سيء ما نو منيح، ليش بتتعاملوا معه؟ فوراً بنقلب مزاجه. كمان نظرته لنفسه، هو نظرته لأعماقه لداخله بتكون نظرة إنسان سيء، يعني ما بشوف حاله منيح، بشوف حاله هو إنسان سيء حتى لو كان عنده مهارات وقدرات. إضافة إلى أنه هي اضطراب الشخصية الحدية بيأثر على طبيعة حياته، على تعامله مع الآخرين، حتى على وجوده بعمله. بتلاقي أنه صار طريقة العمل اللي هو عم يشتغل فيها مانا منطقية، مانا منتظمة، في أخطاء، حتى في عندهم ردات فعل بتكون هي فورية، يعني انفعالية اندفاعية بدون تفكير، سلوكيات بدون أي تفكير. مثلا ممكن يكون الشخص بشغله وأموره تمام فجأة يقدم استقالته، ممكن يكون عم يسوق السيارة بطريقة كتير ريلاكس وعادية، فجأة يسوقها بطريقة يعني كتير متهورة تماما. حتى بعلاقاته العاطفية مع الأشخاص ممكن يلجأ إلى علاقات مثلا عاطفية، علاقات جنسية غير صحيحة، إضافة إلى أنه ممكن أحيانا يصير عنده اضطراب الهوية الجنسية، يعني بصير بيكره حاله بيحاول يعمل تبديل جنس. بعدين مع الوقت هو بيدرك أنه كان في غلط معين، ممكن يحس أنه كان هالشي اللي عم يعمله أنه هذا شيء غير صحيح نتيجة طبعا دعم الأهل والناس والوسط يلي محيط فيه. فهو من أشد الاضطرابات النفسية، من أشد الاضطرابات، من أشد الأمراض للصحة العقلية تعقيدا. يعني حتى هو في كثير من الناس بتجهل الأسباب، أنه يعني شلون ممكن الإنسان يعرف حاله أنه أنا مثلا معي اضطراب الشخصية الحدية، أو أنه ممكن لقدام يعرف، أو أنه بالأجيال القادمة. صراحة لغاية هلأ ما في يعني بحث أو ما في سبب واضح 100% لهي الشخصية، ولكن الأكثر صحة هو أنه تأثير البيئة. لما الإنسان بيكون طفل، تأثير الوسط المحيط، معاملة الأهل لإله، أو ممكن يكون تعرض لاعتداء جنسي أثناء الطفولة فبيصاحبه لفترات طويلة من حياته. ممكن أحيانا يكون تعرض لإصابة دماغية معينة غيرت بطريقة تفكيره مثلا. ممكن أحيانا يكون نوع من الوراثة، يعني في دراسات تمت على توائم وأثبتت أنه أحد الأشخاص صار معه اضطراب شخصية حدية، الثاني ما صار معه، يعني معناتها في شيء معين انه ممكن يكون وراثي. فما في سبب دقيق 100% لسبب الشخصيه الحديه، ولكن هي من الشخصيات المعقده بنلاقي نحن صعوبه بالتعامل معها، بتصادفنا بحياتنا. نحن بنقول مثلا هالشخص مزاجي، فلما بقول انا مزاجي والله ما بعرف اتعامل معه، يعني شوي انسان جيد شوي ما انه جيد، طب كيف الطريقه لحتى اتعامل معه؟ هون لب الحديث. طيب استاذ سلام، اليوم نحن بنعرف انه في اضطراب شخصيه صامت، واضطراب الشخصية الخارجية اللي الشخص بيعبر فيه عن انفعالاته وغضبه والعوارض اللي بتظهر عليه. اليوم التشخيص يمكن يكون كتير صعب أو معقد حسب الأخصائي هو وشطارته بده يكشف إنه هاد الاضطراب صامت، لأنه هنيك ممكن هو ينزعج ما يحكي، ما يقدر يعبر عن مشاعره، صعوبة بالتعبير، يسكت، يلوم حاله، صامت كليا بجميع الانفعالات يلي هو بيشعر فيها. كيف اليوم بدها تتم طريقة التشخيص الصحيحة؟ هلا طالما هو مجرد انه يروح لعند الاخصائي فهو رح يصير بيناتهم حديث. فأهم طريقة للتشخيص هي المخاطبة بالكلام، يعني ممكن الاخصائي باسلوب معين بطريقة يحاول انه ياخذ منه معلومات ويعرف انه كيف وصل لهي المرحلة وشو الاعراض اللي عم بحس فيها، عن طريق الاستنباط الافكار منه، فممكن يصل لنتيجة ويعرف. يعني عادة هدول الاشخاص دائما حتى لو كان عندهم الاضطراب صامت، ولكن في أشياء ممكن تظهر عليهم كتير بشخصيتهم، باضطراب الغذاء مثلا، التغذية، بطريقة تعاملهم مع الآخرين. إلا مهما كان صامت، إلا ما يكون في أشياء هو عم يشعر فيها وبتبين للآخرين، وخصوصي للأشخاص اللي عم بعيشوا معه، يعني ممكن زوجته، ممكن أهله بالبيت، رح يلاحظوا أنه هو شو عم يعمل، شو عم بيصير. هو عادة هدول الأشخاص مثل ما قلت لك أنه الخوف الشديد هن فقدان الناس يلي حواليهم، مشان هيك احيانا بيحاولوا انه يكسبوا هدول الاشخاص، بيحاولوا يكسبوهم احيانا عن طريق انه مثلا اذا صارت اي مشكله عندهم يحطوا السبب للاشخاص اللي حواليهم. يعني ممكن يلجأوا لاسلوب الاتهام للاشخاص المحيطين لحتى يحملوهم سبب المشكله والقيام فيها، لحتى يحاولوا انه يكون في ارتباط، يعني نتيجه هن مو حابين هيك، بس الخوف الشديد من فقدان الاشخاص اللي حواليهم والهجر وانهم يعيشوا لحالهم ممكن يتصرفوا هذا التصرف. اضافه الى انه ممكن مثلا
مثلا تلاقي الشخص يلي عم يكون عنده هذا الاضطراب الشخصية الحدية ممكن احيانا يكون قاسي بالالفاظ، قاسي بالعبارات مع الاشخاص اللي موجودين حواليه، اضافة الى انه بتكون عنده نوبة غضب كتير شديدة، ممكن يغضب على الاشخاص اللي موجودين. فبتلاحظي كل الاشياء يلي ممكن يعملها والاعراض بتكون واضحة. مثل ما قلت انا انه بتصير حالة من الانفصال عن الواقع، وهي بتاخذ لوقت من دقائق لساعات، يعني اكيد الاشخاص اللي عايشين معه بالبيت رح يلاحظوا هي الحالة لانه بلشت تظهر، لانه في اعراض. هي الاعراض هي مانا داخلية، لو كانت داخلية 100% مثلا انه ما ظهر عليه شيء ابدا، يعني معناتها هو ما صار عنده هي الحدية اللي اذت الاخرين. هي بتاثر، اضطراب الشخصية الحدية بتاثر على شعوره بنفسه، ممكن يؤذي حاله، يؤذي حاله وبيأثر على الاخرين، اذية النفس تصل للانتحار. مشان هيك انه نحن لازم كثير ننتبه لهذا الشخص، واذا كان موجود عندنا بالبيت انه نحن ضروري ناخذه لاخصائي نفسي، ناخذه لطبيب نفسي لحتى يدرس حالته ويعالجه، لانه العلاج موجود، اكيد موجود عن طريق التخاطب، موجود عن طريق العلاج المعرفي الاكلينيكي، موجود عن طريق الادويه، في اكثر من طريقه لعلاج هذا الشخص. كثير مهم انه نحن نعطيه نصائح، ونعطي نصائح للاشخاص يلي متعاملين معه لحتى نحسن الحد من اضطراب الشخصيه الحديه، ونحد من العدائيه اللي موجوده عنده ممكن تأذي الآخرين. هذا الشخص طيب هو أستاذ السلام، لو سمحتي حضرتك حكيتي عن فكرة كثير مهمة، اضطراب الحدية ممكن يوصل لأنه يأذي نفسه، ومن الصفات اللي قلتيها أو السمات في كثير تشابه بينه وبين الاكتئاب الحاد، بين خليني أقول الاكتئاب ثنائي القطب، اللي هن كمان بيعطوا نفس هاي الأعراض، الغضب الشديد ممكن يأذي نفسه. مشان هيك كيف ممكن يتعامل المحيط معه لحتى يوصل لمرحلة العلاج؟ حتى الاكتئاب والقلق هو بيكونوا أحد أعراض اضطراب الشخصية الحدية، ممكن يتعالج أحيانا عن طريق أدوية الاكتئاب وأدوية القلق، وإضافة طبعا للعلاج السلوكي اللي حكينا عنه الإكلينيكي، اللي بيعتمد أنه نحن نعرف السلوكيات اللي عم بيقوم فيها وكيف يتعامل مع المشاعر السيئة اللي عم بيحس فيها. هلأ بالنسبة للمحيط لحتى يتعامل مع هذا الشخص، أول شيء بده يعرف أنه يدرك نفسه، أنه يعرف أنه هذا الشخص انه عم يعرف انه هو معه هذا الاضطراب، اضافه انه الوسط المحيط كمان لازم يعرفوا يقروا عن شيء عن الاضطراب الشخصيه الحديه، لانه المعرفه بالشيء بتخليكي تعرفي كيف تتعاملي معه. لما بيعرفوا انه هذا الشخص هو عم بيخاف من فقدان الاخرين، ممكن يحسسوه بالامان، وبنفس الوقت يحطوا حدود، لانه احيانا نتيجه انه هو خايف من الفقدان بجوز بده يلاقي اكثر من اسلوب سيء لحتى يتملك هدول الاشخاص، او انه يحس انه هن موجودين. فدائما لازم يكون موجود حد معين، ولا وان كان بقسوه، يعني انه انت لا لازم نحن مثلا موجودين هلا، ولكن الحديث يلي عم بيتم بيننا وبيني وبينك انا هو لا يعني اني انا ما بحبك، لا انا بحبك، ولكن انه في امور معينه لازم يدركها هو هذا الشخص، يعني منها طريقه التعامل، منه الغضب، العصبيه اللي ممكن تاذي الاخرين. معه مع التكرار، هو مع المرات أكثر من مرة رح يتم في شيء إيجابي، لكن بالبدايات ما رح يتقبل أنه أنت كوسط محيط فيه مهما كانت صلة القرابة أنه تعطيه هذا الانتقاد، لأنه هو شايف حاله أنه أنا هذا الصح. يعني بنفس الوقت أنه لما بيلقي المسؤولية على الآخرين يتم توضيح أنه لا ما أنا اللي عملت هذا الشيء، أنت اللي عملته بالمكان الفلاني واللحظة الفلانية. كثير مهم نحط النقط على الحروف ونحسسه شو هو، لأنه عادة لما نحن ما بنوضح لهدول الأشخاص طبيعة حياتهم وشخصيتهم، بصير الإنسان مثل كأنه عم يمشي على قشور البيض، يعني دائما خايف، دائما متوتر، دائما في قلق، يعني ما بيعرف يمشي بطريقة صحيحة أبدا. فكثير مهم التوضيح، إضافة لازم نحن هدول الأشخاص، يعني أنا بعرف شو المثير، شو أنا يعني عايشة مع شخص عنده هذا الاضطراب، أنا بعرف شو ممكن يسبب له الغضب، أنا بحاول بعد عن هذا المثير يلي أدى إلى الغضب. لما بعد عن المثير بحسن أضمن جانب الطرف الآخر. كثير مهم بالنسبة للي بيعانوا من اضطراب الشخصية الحدية إنهم يمارسوا الرياضة، الرياضة هي نوع من التفريغ، بدل ما يضل الإنسان عم بيعصب ودائما هالتبدل بالآراء والمزاج والأفكار، وما في دقة صحيحة بالأفكار، سلوكيات خاطئة نتيجة عدم تفكير، كثير مهمة الرياضة لإلهم. إضافة أنه نحن تدريبات الاسترخاء كتير بتساعد بهيك حالات، تمارين التنفس بتساعد على تهدئة النفس، تهدئة الروح، هدول بتساعد المريض أنه يكون إنسان يعني متوازن إلى حد ما. عادة اضطراب الشخصية الحدية هنا بيفكروا أنه ما له علاج،
لا هو إلى علاج، بياخذ مدى التحسن بيكون على الأعراض، بتحسن الأعراض وبيحس حاله الإنسان يكون العلاج أفضل. دوائي ولا كلامي؟ لا في دوائي طبعا ولكن لا يكفي لحاله، مثل ما ذكرت في علاج السلوكي الإكلينكي هذا كتير مهم. هذا العلاج بيعتمد على تقبل المشاعر السلبية يلي بيحس فيها، إضافة أنه مو بس يتقبلها، بنشتغل نحن على تدريبات اليقظة أنه نحن منخليه يحس بالمكان يلي هو موجود فيه، بالأشياء يلي معه، منحاول أنه تركيزه بدل ما يكون موجود على المشكلة مثلا بشكل متواصل بأثناء الجلسة، أنه يكون تركيزه على أشياء تانية موجودة في المكان، لحتى نحسن نحن يضمن توازنه أنه يحسن يتحكم بأفكاره. لأنه مثل ما ذكرت أنا بالبداية أنه هي مشاعر بتكون بتأدي لسلوكيات غير منطقية تستند على لا تفكير، يعني أنه ما في تفكير عمل سلوكيات بدون تفكير، لا أنا بحاول هون اعتمد على التفكير واشتغل على تدريبات يقظة اللي بتساعد أنه يتحكم بتفكيره لحتى يحسن يتحكم بنفسه لحتى يتوازن مع الوسط المحيط لحتى الناس تتقبله اللي حواليه. يعني قديه المصاب بهذا الاضطراب ممكن يعاني من كتير مشاكل ممكن تؤدي فيه للانتحار، يفكر بالانتحار لأنه هو كائن في عنده كل شيء وعكسه تماما، بيفكر كمان كتير خارج الواقع خارج الصندوق، بيكون مشاعره حتى منفصلة عن المكان اللي هو موجود فيه، ممكن تؤدي فيه للانتحار. خلينا نحكي عن أهمية العلاج، وكل شخص عم يحس بهيك أعراض ما يهمه لي الأعراض لأنه ممكن بلحظة من لحظات القلب لا تفكير بالانتحار. ما هيك؟ أكيد عفاف، كتير حلو نحن أنه نعطي نصائح ونعطي أنه كيف الأشخاص ممكن يتعاملوا مع هذا الشخص. هلأ عادة صراحة هو اللي بيصل كتير نسبة عالية تصل من 6 إلى 8% تقريبا من الأشخاص هدول بيحاولوا الانتحار. كتير مهم الأهل لما بيشوفوا الشخص عنده هاي الأعراض أنه ما يستخفوا أبدا، يروحوا لعند الطبيب النفسي. الطبيب النفسي هو أهم شخص يلي ممكن يساعدهم بطريقة صحيحة ويوجههم ويحطهم على الخط الصحيح، ويتعرضوا بالمقابل طبعا مو بس ياخذوا الأدوية، لأنه كمان الأخصائي النفسي كتير مهم لحتى الاثنين مع بعض يمشوا ويتخلصوا من الأفكار القديمة يلي أنه ما بيروح لعند الطبيب النفسي إلا كل اللي عنده مثلا متخلف عقليا، أو مثل ما بنقول بالعامية أنه إنسان مجنون هو اللي بيروح لعند الطبيب النفسي. لا، لازم نغير هاي المصطلحات الخاطئة ونشتغل أنه لا، كل إنسان دائما بحاجة لطبيب نفسي، بحاجة لأخصائي نفسي. كلياتنا بلحظة من اللحظات ممكن نضعف، ممكن نكون بحاجة لحدا يوقف جنبنا واللي يوقف جنبك أكثر وبطريقة صحيحة وينصحك كيف بدك تشتغلي بحياتك هو الأخصائي النفسي، لأنه بيوجهك على الطريق الصحيح. فلما بيلاحظوا الأهل أنه في مشكلة معينة عند ابنهم، أو بتلاحظ الزوجة عند الزوج، أو أحيانا الزوج مع الزوجة، يعني هو أي شخص ممكن لأنه بيتواجد عند النساء والرجال بنفس الآلية، كتير مهم لما بنلاحظ أي عرض من الأعراض اللي ذكرتها أنا، وبالأخص هو الخوف الشديد من الفقدان الأشخاص اللي موجودين، هذا لحاله العرض موجود ضمن هذا الاضطراب. فمن لما بنلاحظ نحن هذا العرض موجود اللي هو أهم شيء، وإضافة إلى أنه كل شوي بنشوفه برأي شكل وتعامله مع الآخرين بطريقة مختلفة من شخص لآخر، ورأيه بالأشخاص بيكون صديقه ما أحلى بعدين بصير صديقه سيء، هون دور الأهل أنه ينتبهوا لهالموضوع ياخذوه لعند الأخصائي النفسي. لما بنبلش بخطوات العلاج دائما كل شيء تدخل مبكر هو كتير مفيد، أما أنه لما نتأخر نحن هون ممكن تنعكس سلبا على المريض وعلى زوي. إجمالا بالمجمل أهم نصيحة بقدمها أنه لا تخجلوا من أي مرض نفسي ممكن تعانوا منه، دائما نحن موجودين معكم لمساعدتكم، والصحة النفسية تمشي بالتوازي مع الصحة الجسدية، مع تمنياتي لصحة سليمة للجميع. أكيد بدنا نشكرك أستاذة سلام على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. شكرا لك أستاذة سلام، وأكيد بنتمنى السلامة للجميع ولكل أحد عم يعاني من أي ضغوطات نفسية كانت أو جسدية. شكرا لك شكرا على الاستضافة. حروح لمساحة خاصة أيضا عن الأطفال عفاف، وعن شو رح نحكي بالذات؟ صحيح، اليوم رح نحكي عن جميع الأطفال اللي بيعانوا من الخجل أو الانطوائية، أو ممكن يكون هذا الشيء طبيعي لحد ما، ولكن ممكن بمرحلة من المراحل أو إذا زاد الأمر عن حده يصير مشكلة بتأذي الطفل نفسيا وبتمنعه أنه يندمج بالمجتمع وبالأشخاص أو مع الأشخاص والمحيط اللي عايش فيه أكثر.
أكيد عفاف رح نتعرف أكثر عن كيفية تنمية المهارات الاجتماعية للطفل وكيف ممكن يتعامل معه الأهل وخصوصا بالفترة الحساسة من عمره لحتى يقدر طبعا يتخطى أي مشاكل سلوكية ممكن يمر فيها. هاي التفاصيل وغيرها مع ضيفنا بالاستوديو وهو متخصص بالصحة النفسية للأطفال المدرب الأستاذ محمود الخالد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك. صباح الخير أستاذ. يعني اليوم كثير بنسمع أنه أنا طفلي خجول، طفلي منطوي على نفسه، ما بيقدر يعبر عن نفسه قدام الأشخاص، مانه جريء، ولكن لحاله بيكون شوي شخصيته مختلفة أكثر. أمتى أنا فيني حدد أنه هذا الخجل وهذا الانطواء هو مشكلة للطفل؟ هلا بالمجمل خلينا بس نعرف أول شيء الخجل بالنسبة للأطفال مشان نطمن الأهالي اللي حاضرين معنا واللي عم يسمعونا. الخجل عند الأطفال هو شعور إنساني طبيعي عادي جدا، يعني عادي الطفل يكون خجول، عادي الطفل يكون يعني يكون شوي هيك متلبك متردد بعمر صغير، حالة طبيعية لأنه لساته عم يستكشف اللي حواليه. فما بدنا كتير أول شيء مثل ما بيسموها نكبر المشكلة، ولكن إمتى ممكن هي فعلا تتحول لعقبة؟ ما بدنا نقول خلينا مشكلة، لما بتصير في ردود أفعال من الطفل، صارت هاي الردود الأفعال هي متكررة وعم تصير تأثر عليه وعلى شخصيته. يعني على سبيل المثال اليوم لما بنشوف الطفل نحن بشكل دائم هو خجلان، محمر وشه، متخبي وراء أهله، متمسك فيه ما بيترك أمه، إمتى بمجرد ما أنه بعدت عنه خطوة واحدة متمسك فيه بصير بيبكي، لما بيحكي بصير بيتأتأ، بتلاقيه هون مين ما حكى ما بيرد عليه، أي حدا طلع فيه أي تطلع بصير بيبكي. هون صرنا عم نشوف أنه في مشكلة حقيقية بالطفل، صار لازم ننتبه لها، اللي هي مشكلة الخجل اللي صارت عقبة بشخصية هذا الطفل حقيقة. يعني اليوم الأهالي غالبا للأسف طبعا هي بتساعد بتكريس شخصية الطفل الخجول لتحولها لعقدة. يعني اليوم بصير هذا الخجول، الطفل الخجول بتحول بقى من موضوع طفل خجول لطفل منطوي على نفسه لطفل منعزل بسبب هاي التصرفات اللي ممكن الأهل ممكن يساهموا فيها بقصد أو بغير قصد. مثل شو هاي التصرفات ممكن تكون؟ هلا على سبيل المثال اليوم نحن الأهل كيف ممكن يساعدوا بهذا الموضوع؟ اليوم لما أنا بشوف ابني خجول ممكن إني أنا بهدله، عيط عليه، احكي، يلا سلم غصبا عنك، يلا روح، او على سبيل المثال تقلب للحاله العكسيه اللي هو انه انا اتمسخر عليه او اتنمر عليه او اني انا او خلي مثلا يعني اقرانه انه ها شايفين هذا اللي ما بيحكي، هذا اللي بيخجل ليك، وشو بيعمل ليك وشو بيسوي. هاي الحاله هي نوع في الاهالي بتفكر انه هي نوع من انواع التحفيز ليحكي، لا، ولكن هي الحاله هي ما انا حاله صحيحه ابدا. هذه الحاله ممكن تكرس له اياها، تكرس له الانعزاليه والانطواء على نفسه، وممكن تسوي له رده فعل تجاه اهله كذلك الامر. يعني ممكن ببعض الاوقات تتحول لعدوانيه، لكره لاهله، للمحيط اللي حواليه. فينا نقول كمان عدم زرع ثقه الاهل فيه، اللي هو لانه هو بيخجل ولانه هو ما بيعمل اي شيء، لانه هو منطوي على نفسه، فانا يعني بمحي كل المهام والمسؤوليات اللي لازم تكون موجوده على هذا الطفل، فانا ما بساعده بالتالي ابدا. انا طيب ما بساعده، بكون انا عم اكرس هذا الموضوع. هون بدي اسالك استاذ محمود، غالبا في كثير اهل بيعتمدوا على مبدا انه انا شوي بدي اكون حريص، بخاف من اختلاط الطفل ببعض اقرانه، يمكن ما يكون مثلا الباقي بيقولوا يمكن تربايته مو مثل تربايتنا، يمكن ظروفه مو مثل ظروفنا. هذا الخوف الزايد قد ايه كمان هو عامل من العوامل اللي بتاثر كثير لانه الطفل يصير يخاف؟ هذا اهم عامل. يعني هذا اهم عامل. نحن اليوم بمجرد ما اني انا عزلته عن اقرانه، بمجرد ما اني انا عزلته عن اقرانه، هو بالحاله الطبيعيه هو راح يصير منعزل وخجول ومنطوي على نفسه، لانه ما في حدا عم يحكي معه، ما في حدا عم يشجعه على الحكي اصلا بجميع الاحوال. يعني بالنهايه اليوم الاهالي هذا الخوف الزايد اليوم انت ضروري كثير تاخذه على الالعاب، ضروري كثير تاخذه على فئه من عمريه من اقرانه، وحتى اذا هو ما بده يروح لعندهم، لا انا بدي اجيب اقرانه لعنده. يعني ممكن يكون في عندنا اولاد عم واولاد خاله من عمرهم، انا اعزم اهاليهم لعندنا على البيت ليلعبوا مع بعض. لما انا اشوف ابني انا منطوي على نفسه او خجول، انا يعني اذا هو ما بده اياهم انا بدي اجيبهم لعنده.
عرفتي علي كيف؟ هذا تصرف برجع بقول لك الاهل غالبا هن بيكونوا مساهمين مساهمه حقيقيه بانه ابنهم يكون خجول. طيب خلينا ننتقل للحل وان شاء الله هيك ما يكون كثير معقد، لانه هو مسؤوليه الاهل وهن اول شيء بيلاحظوا هذا الشيء عند طفلهم من عمر صغير. اليوم كيف ممكن الاهل اذا لاحظوا او حتى ما لاحظوا او ما تصير عندهم هاي المشكله يداركوها انهم ينتبهوا عليه من عمر صغير او يساعدوه اكثر، او من الاول خلص ينمو مهاراته الاجتماعيه يندمج بالمجتمع اكثر تكون شخصيته قويه قدام العالم او لحاله؟ رح اقول لك شيء، اليوم في مجموعه من العوامل، مجموعه من الاجراءات اللي ممكن تتخذ من الاهل يعني لتعزيز ثقه الطفل بنفسه. اولا واهم الاستماع للطفل. يعني اليوم انا طفلي ممكن لانه ما بيحكي، فانا ممكن لما يخطر على باله اي نوع من انواع الاحاديث انا لازم اسمع له اياها وما سخف اي حديث من الاحاديث اللي ممكن يحكيها. يعني ممكن هو يجي الطفل يقول بابا انا والله مثلا اي موضوع بده يحكي خلاص اسكت خلاص، انت يعني انت مبدئيا قتلت الثقه، يعني قتلت الثقه فيه. بس ما بقى يسترجي يحكي اي شيء، لانه انا اي كلمه بدي احكيها هو انا رح اهلي رح يسكتوني، اهلي رح يبهدلوني، اهلي رح يسمعوني كلمتين، فانا ما بقى احكي. اليوم الاهل انا لازم تعزيز ثقافه الحوار بينهم وبين الطفل، هي اول شغله كثير مهم. البدء بتكليفه بمجموعه من المهام والمسؤوليات الصغيره التي تتناسب مع حجمه، يعني مع عمره ومع الفئه العمريه تبعته. يعني اليوم انا ولد عمره صغير ممكن اني انا كلفه من وجبه الطعام، يلا قوم خلينا نشيل الصحون مع بعض، قوم خلينا نسقي الزريعه مع بعض، قوم خلينا مثلا في عندي اي مشوار بدي اطلع يلا قوم خلينا نطلع مع بعض. الفقره الثالثه اللي هي كثير مهمه، لازم نبلش نحن ناخده على بيئه مجتمعيه اوسع نطاق حتى لسه من نطاق الاقارب. ممكن ناخده على الالعاب، مدينه الالعاب، ممكن ناخده على المسارح، ممكن ناخده على السينمات، ممكن يعني نبلش نوسع له الدائره الاجتماعيه التي تتعلق باعماره. ممكن كثير ممكن موضوع جانب الافلام اللي ممكن نحن ممكن نعرضها او يحضرها بالسينما او بالبيت، تساله عن هي القصه اللي ممكن تصير معك بالفيلم، احكي لنا شو صار، احكي لي شو حبيت الفيلم ما حبيت الفيلم. بلش انا خليني دربه على مهارات التواصل، مهارات الحديث، ليقدر يعبر عن كل شيء بداخله. والاهم من ذلك هو موضوع الاقران، كثير مهم انه هو يكون موجود مع اقرانه اللي من عمره اللي ممكن يلعب معاهم، يتخانق معاهم ولا يتواصل معاهم ولا يضحك معاهم. هذا الشيء كثير رح يعمل له كسر جليد يعني او كسر حاجز الخوف من موضوع الخجل. اكيد. طيب قبل ما نختم، هلا نحن يعني فصل الصيف مثل ما بنعرف يمكن في كثير نشاطات وفعاليات ممكن الاهل يخلوا اطفالهم يشتركوا فيها، في اهل بخافوا انه يدخلوا مثلا مخيمات، هي النشاطات اللي بتكون موجوده، قد ايه هيك بنوجه لهم النصيحه، قد ايه هي مهمه، قد ايه بتساعد بتكوين شخصيات الطفل؟ هلا يعني دور المخيم، يعني هو بالنهايه دور هي المخيمات ولا هي النوادي هي تقويه شخصيه الطفل، بناء شخصيه الطفل. انا اليوم لما بدي اخذه على سبيل المثال على دوره لكره القدم بنادي معين، فهو بالنهايه ما راح يكون لحاله، راح يكون كلياته مع مجموعه من الاطفال ذات الفئه العمريه نفسها، فبالنهايه انا راح اندمج وراح اتواصل معهم، وراح بالنهايه بده يدور على طريقه لا يقدر يندمج معهم. فهي نوع من انواع تنميه مهارات الطفل، بالاضافه لنوادي السباحه، بالاضافه لمخيمات اللي ممكن تعملها كثير من الفعاليات الخاصه او العامه، ان كانت منظمه طراء البعث ولا ان كانت المدارس ولا ان كان شو ما كان. ان بالنهايه هو الهدف منها شو؟ هي بناء شخصيه الطفل، الاندماج مع اقرانه، بناء شخصيته، اكتساب مهارات جديده. كثير بشجع الاهالي، كثير بشجع الاهالي، وبالنهايه ما يخافوا، لانه بالنهايه هي النوادي فيها حجم لا يستهان فيه من السيفتي، من الامان، في مدربين، في متابعين، وفي متخصصين لحمايه هي الاماكن يعني. أكيد. بالختام بدنا نتشكرك أستاذ محمود الخالد، كنت معنا اليوم مدرب ومتخصص بالصحة النفسية، أهلا وسهلا فيك. شكرا لحضرتك. شكرا لك لوجودك أستاذ. شكرا لك. أما هلأ سلمى رح نروح لمكان كتير حلو ولكتير من الأشخاص اللي بيحتاروا وين بدهم يروحوا بالصيف، إن كان على الجبال أو حتى على البحر، ولكن هذا المكان كتير بيعشقوا العالم وهو قرية السمرة الموجودة باللاذقية اللي بتضم الجبال والبحار بنفس الوقت. خلونا نتابع ضمن هالتقرير. هي أحدى القرى السورية التابعة لكسب في محافظة اللاذقية، تقع في واد
بين جبلين وهو ذو انحدار حاد جدا، تعرضت لعدد من الانهيارات الصخرية، كان أحدثها عام 1984، وبقيت المكان الذي يتمتع بالطبيعة البكر. غالبية سكانها يتكلمون اللغة الأرمنية والعربية، ولا تزال تحافظ على الطريقة البدائية. هي قرية السمرة التي بقي فن العمارة الريفية يشكل هويتها الخاصة ويجعلها مقصداً للراحة والهدوء لسياحها وزوارها. مضيعة السمرة رح نروح للفعاليات والنشاطات يلي طبعاً عم بتصير يا عفاف، ومن أهم الفعاليات والأنشطة منظمة الطلائع يلي يمكن صلى من 2011 ما شفنا مخيم الطلائع عاد من جديد بنسخة جديدة هذا العام لأطفالنا ورواد الطلائع بالذات، وهذا العام كان بطرطوس عودة جميلة جدا وتعكس قديش المنظمة مهتمة بأطفالنا. صحيح سلمى، واليوم عودة المعسكر هو شيء كتير ضروري لرواد الطلائع، والمخيم ضم أساسا رواد الطلائع يلي انضموا لأ له، وكان بمحافظة طرطوس، وبداية مميزة لعودة نشاط من أهم الأنشطة يلي عم تقوم فيها حاليا منظمة الطلائع. وأكيد لحتى نتعرف على تفاصيل أكثر معنا بالاستديو الرفيقة نعمة شدود رئيسة مكتبية الثقافة والإعلام. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، يا أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. صباحكم. أول شيء يعطيكم العافية. الله يعافيك. يعني بالأيام الماضية كنا عم نتابع على صفحة منظمة الطلائع على السوشيال ميديا عودة هذا المخيم، خلينا نحكي أكثر عن تفاصيله، العدد، التنظيم، كيف قدرتوا ترجعوا هاي الفكرة اللي صلنا تقريبا هلأ 13 سنة تمام. محرومين منها الأطفال. تمام، للحقيقة المخيمات الترفيهية للأطفال الرواد منظمة طلائع البعث هي من الأنشطة الأساسية اللي بتقوم فيها كانت المنظمة منذ تأسيسها خلال العطلة الصيفية لأطفالنا. طبعا بسبب الحرب الإرهابية الظالمة على بلدنا والعقوبات الاقتصادية الجائرة أو كتير من الظروف خرجت معظم المخيمات عن الخدمة بحاجة لإعادة بنية تحتية وكتير تفاصيل. تمام، السنة بالتعاون مع وزارة السياحة اللي نتوجه لها بشكل كتير كبير، قدرت قيادة منظمة طلائع البعث بالتعاون مع وزارة السياحة من إقامة المخيم الترفيهي الأول لأطفالنا رواد منظمة طلائع البعث لعام 2023، الرواد اللي قدروا يفوزوا على مستوى الجمهورية العربية السورية بكافة الاختصاصات. طبعا العدد الرواد هدول 333 رائد ورائدة. قسمنا المخيم لدورتين، مخيم أول ومخيم ثاني. المخيم الأول أقمنا ب 29 الشهر إلى 3 الشهر، المخيم الثاني هو ب 6 الشهر بقينا إلى 9 الشهر إن شاء الله. طبعا المخيم مليان أنشطة وبرنامجه مضغوط، مليان بالأنشطة الترفيهية الهادفة لأطفالنا، يعني الأنشطة الرياضية، الأنشطة الفنية والموسيقية، أي شيء بيعمل على تنمية مواهبهم، بالإضافة للرحلات ضمن المحافظة لحتى يتعرفوا فيها على محافظة طرطوس، حفلات السمر اللي بيتجمعوا فيها الأطفال وبيغنوا مع بعض وبيرقصوا مع بعض وبيعملوا ذكريات حلوة، بالإضافة للتخييم وإيقاد شعلة الصداقة والتعارف وحديث الذكريات الجميل. يعني النشاط بصراحة يعني لقى الكثير من الاهتمام من قيادة المنظمة والدعم من وزارة السياحة. استنفرت الكوادر بمحافظة طرطوس، رفاقنا المشرفين المرافقين للأطفال من محافظاتهم اللي اجوا، التأكيد على عوامل السلامة والأمان لأطفالنا. فيعني كانت الجهود خلينا نقول يعني متضافرة لحتى نقدر نطلع بهيدا العمل أو بهيدا المخيم الجميل. نحن هلأ نحن والمشاهدين تشوقنا لحتى نشوف كيف كانت الأجواء، وراهيك رح نتابع مقتطفات من المخيم ضمن هالريبورتاج.
شوقتونا نروح مع الأطفال والرواد. خلينا نتعرف أكثر أستاذ نعمة، هل رح يكون هذا المخيم السنوي يعني ولا لا السنة قدرنا نعمل، بجوز السنة الجاية نستنى رعاية أو شيء؟ هلأ طبعاً يعني نحن بنأمل إنه نحن كل سنة نقدر نقوم بأكثر من مخيم، مو بس هيدا المخيم، أكثر من مخيم، وحتى إنه نحن نقدر نعمل مخيم خارج القطر كمان. يعني عم نسعى نحن كمنظمة، كقيادة منظمة، عم نسعى جهدنا أي رعاية بتجينا، أي دعم بيجينا هو يتوجه لأنشطة الأطفال. فنحن حريصين أنه نحن دائماً نقدم هيك نوع من الأنشطة لأطفالنا. فيعني نحن بنوعد حسب إمكانياتنا، وإن شاء الله دائماً، لأنه هدفنا نحن المجتمع المحلي كتير مؤمن فينا، وزارات حكومتنا كلهم مؤمنين فينا وشركاء وداعمين لإلنا نحن كمنظمة. فبالتالي نحن عملنا إن شاء الله ما بيوقف، ودائماً رح تكون في أنشطة جديدة ونستهدف فيها أطفالنا. ذكرتي كمان أنه المخيم هو رح ينقسم إلى قسمين، خلصنا هلأ من الأول وانتهينا منه، خلينا ننتقل للثاني ونتعرف منك كيف كان عدد الأطفال، يعني كتير هائل والمشاركين فيه. لا يعني للأمانة الأطفال المشاركين كانت نسبة كتير عالية، يعني الاعتذارات اللي صارت هي لأسباب وظروف تكون عائلية، أطفال بداعي السفر، أطفال صارت عندهم حالات معينة. يعني أنا بالمخيم الأول عندي 130 طفل كانوا مشاركين معي، وهلأ بالمخيم الثاني عندي 148 طفل مشاركين. تمام، أنت عم تحكي عن محافظات سوريا، يعني المخيم الأول كان عندي السويداء، القنيطرة، درعا، دمشق، ريف دمشق، حمص، إدلب والرقة. تمام، بالمخيم الثاني هنا باقي المحافظات، حلب، حماة، اللاذقية، طرطوس، يعني دير الزور. فنحن كل أطفال المشاركين بكافة الاختصاصات من كل المحافظات السورية مشاركين معنا، فنسبة الاعتذارات كتير قليلة. أستاذة نعمة، يعني اللي بيميز يمكن هاي المخيمات إنه هي، كنا عم نحكي قبل شوي بفقرة مع الأستاذ محمود عن قديه مهم اليوم الاشتراك الطفل بنشاطات وفعاليات، لأنه هي بتنمي كسلوك، بتنمي بقلب المجتمع، بتخليه فاعل. نحن بنعرف إنه منظمة الطلائع تسعى دائماً لبناء شخصية أطفالنا، مو بس إنه هو عم يشترك بفعالية معينة، صحيح. إن كانت رسم ولا قراءة ولا موسيقى، لا، نحن عم نشتغل على بناء هذا الطفل من هو وصغير لحتى يطلع فاعل بالمجتمع. قد ايه ركزتوا على هاي الفعاليات؟ ونحن شفنا تقريبا اغلب الفعاليات اللي ممكن يعملوها الاطفال هي كانت موجوده ضمن المخيم. تمام صديقتي، هلا التعريف منظمة طلائع البعث انه هي منظمه تربويه وطنيه اجتماعيه هادفه. تمام، فنحن رسالتنا الاولى هي رساله وطنيه وتربويه واجتماعيه، فانشطتنا دائما عم بيكون في لها هيدون الاهداف الثلاثه. نحن اليوم النشاط التخييم او المخيم الترفيهي هذا الهدف الاساسي منه لحتى اطفالنا ينموا شخصيتهم، يصنعوا ذكريات مشتركه مع رفقاتهم، يتعرفوا على بعض، يختبروا حالهم بعيد عن اهلهم. تمام، وهذا الشيء بيعمل على تنمية وتقوية شخصية الطفل. فنحن دائما أنشطتنا بالمنظمة سواء المخيم أو غيره من الأنشطة اللي حضرتكم تعرفوها، هي دائما تعمل وبتسعى على تنمية الشخصية المتوازنة نفسيا وانفعاليا وسلوكيا. ممكن كمان يكون في كتير من الأطفال عندهم يمكن شوية خلل أو نفسيتهم أو عندهم شوية اضطرابات، كمان كنا عم نحكي إنه هذا الشيء بيساعدهم لحتى يصحوا هنن من حالهم، صحيح، ويندمجوا مع الأطفال. اللي كيف كان لقيتي تفاعل الأطفال أكثر مع بعضهم؟ لقيتي في شيء مثلا ما هو طبيعي، صار في شيء مشاكل أطفال عندهم ما تقبلوا الجو، الكل كان حابب وندمج؟ لا، بنتعرض نحن دائما لبعض المواقف اللي بيكون فيها الأطفال ما لهم اجتماعيين أو بيستغربوا. تمام، وصارت معنا نحن هيدون الحالات أول ما اجوا الأطفال على المخيم. ولكن انت اليوم نحن في عنا كوادر ومشرفين مؤهلين ومدربين لتعامل مع الطفل ومع هيك حالات. مثلا في عندك اطفال ما بتعرف، ما هي عندها رفيق واحد، اذا ما كان هذا رفيق هي ما بتعرف تتعامل وتتواصل مع غيره. فنحن هون دورنا كمشرفين كيف نقدر نخليه يندمج مع باقي الاطفال ويكون صداقات، فتجاوزنا هاي العقبه. في اطفال بتيجي بتقول لك انا ما بدي اكل هاي الاكله،
هذا الاكل ما بحبه، بدي اكل شيء بس بدي اكل كذا. كمان نحن كمشرفين في عنا اسلوب وطريقه بالتعامل مع الاطفال، انه نحن نرغبهم نحمسهم لحتى مثلا ياكلوا او لحتى يشتركوا بالنشاط اللي نحن قايمين فيه. فهذا الشيء هيدا العقبات نحن فورا بنتجاوزها بقوه الكوادر المؤهله والمدربه للتعامل مع الاطفال. حلو كثير، بدنا نتمنى لهم كل التوفيق، وان شاء الله كمان بنشوف نسخه ثانيه من المخيم قريبا تكون موفقه مثل النسخه الاولى. شكرا لك استاذه نعمه، وشكرا كبيره لكل الرفاق ضمن المنظمه يلي عم يشتغلوا وعم بيكونوا جاهزين دائما مع اطفالنا. شكرا لك. طبعا انا بدي اتوجه بالشكر لبدايه لوزاره السياحه اللي كانت الداعم الاساسي لنا بهي الفعالية، لوزارة التربية الشريك الأساسي، لكافة الوزارات، وزارة الإعلام، وزارة الثقافة، وزارة الخارجية أيضا، لكل الوزارات اللي بتشارك منظمة طلائع البعث. والشكر الأكبر هنن للأسر وللأهالي وللأطفال المؤمنين بمنظمة طلائع البعث، اللي هنن بيبعتوا أطفالهم مع المنظمة لإيمانهم فيها وبرسالتها الحقيقية. فكل الشكر لألهم ولألكم كمان. أكيد كل الشكر لجميع الوزارات الداعمة، وكل شكر كمان لك استاذه نعمه. اهلا وسهلا فيك. يا اهلا وسهلا فيكم. اما هلا عفاف رح نروح لمحطتنا التاليه. كثير من الناس بالشوب ما بيعرفوا يناموا، بيقول لك مشوب ماني قدران نام، هذا الشيء بيعمل عنده سهر زايد، والسهر الزايد بيعمل ارق وغيرها من المشاكل الصحيه. خلينا نتعرف بالتقرير على بعض النصائح عن هذا الموضوع. في ظل تسارع وتيره الحياه وازدياد الضغوطات اليوميه، يقدم خبراء علم النفس عدة نصائح من أجل نوم أفضل. أولاً، قراءة كتاب مريح يساعد في الابتعاد عن أحداث النهار المتوترة. ثانياً، تنظيم أوقات النوم، فالإنسان الراشد يحتاج من 7 إلى 9 ساعات نوم لينتج ويتفاعل جيداً مع وظائفه في يومه التالي. ثالثاً، أخذ وقت القيلولة بين 20 إلى 90 دقيقة، تساعد في إعادة الطاقة الضائعة خلال النهار. رابعاً، اختيار كل من السرير والفراش والوسادة بشكل مريح، وأن تكون غرفة النوم هي المكان الأكثر هدوء في البيت وحرارتها مناسبة تميل إلى البرودة. اعتماد الضوء المناسب، حيث يعمل هرمون الميلاتونين على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ في الدماغ، ويتأثر إفرازه تبعاً للتعرض للضوء. فعندما يتعرض الإنسان لضوء النهار الطبيعي يقل إفراز الميلاتونين فيشعر الدماغ بالصحو، أما في العتمة فيزيد إفراز الميلاتونين ليشعر الإنسان بالنعاس. سادساً، الاستماع إلى الموسيقى من النوع الهادئ، ما يساعد على الاسترخاء. سابعاً، التمارين الرياضية تساعد على نوم أفضل حتى لو لم تكن في المساء، إذ تستطيع الرياضة أن تفرغ شحنات الغضب والتوتر. ثامناً، الاسترخاء بأخذ حمام ساخن قبل 2 أو 3 ساعات من النوم، أو كتابة الأفكار التي تثير القلق. ثامناً، يفضل عدم الذهاب إلى السرير سواء بحالة الإحساس بالجوع أو التخمة، فالشعور الأول يرسل تنبيه من المعدة إلى الدماغ يثير الإزعاج والقلق، والشعور الثاني هو إحساس خالص بعدم الراحة والضغط على المعدة. أما بختام صباحنا اليوم سلمى، رح نروح لعالم الاستكشاف والمغامرة والبحث المستمر بمكامن الجمال والطبيعة وبجميع المحافظات السورية، وتوثيقها من خلال عدد من المغامرين والشباب الراغبين دوما بالتعرف على السحر الخاص لجغرافيا المدن السورية. أكيد عفاف، عم نحكي عن الجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق اللي دائماً عبر أنشطة متتالية ومستمرة تسعى لتعريف الشباب السوري وكل المتطوعين الموجودين بجمال محافظاتنا السورية ومكامن السر، وأيضاً استكشاف مواقع جديدة وتوثيق بعض هاي الاستكشافات. رح نتعرف على آخر أنشطتهم، وبيسرنا نرحب بضيفنا بالاستوديو ياسر المالكي، وهو عضو بالجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خير لكم، صباح الخير لكم متابعين اخبار السورية. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. يعني انت اليوم هلا تعد من اقوى المغامرين والباحثين والمستكشفين. يعني ما انا من اقوى، حكيتنا فريق كامل. تمام، معناتها بدنا نعرف منك اليوم شو اخر الاستكشافات يلي صارت معكم، شو اللي اكتشفتوه اليوم بالجمعية
الجغرافيا السورية كان هيك بمكان من الطبيعة خلينا نقول. هلا خلينا أول شيء أحكي الفكرة الرئيسية. إحنا الفكرة الرئيسية بنطلع نستكشف أماكن جديدة، هي إما تكون مستكشفة مسبقاً أو مو مكتشفة، يكون هلا فعلاً عم نستكشفها مثل مغارة سؤادة اللي هي بسويدا تسجلت باسمنا، أو نطلع إحنا نستكشف أماكن هي مستكشفة مسبقاً بس معتم عليها، ما في إضاءة صحيحة عليها. ونحن هدفنا دائما بصراحه نرجع بوجهه نظر جديده مختلفه. يعني خلينا نقول بالفترات الماضيه نحن كنا عم نطلع على مدينه معلوله، فكنا عم نطلع نزور الفج على دير مرتقله. اليوم في شيء ثاني مختلف تماما اللي هي الحضاره اللي نشات بهي المدينه، هي الطبيعه البريه. فاليوم صرنا نطلع نتعرف على الطبيعه، نتعرف على البريه الموجوده ضمن المدينه بشكل عام. كمان عم نحكي على تدمر هي مثلا مالها، هي بس قوس النصر، هي الاثار الموجوده فيها، في حضاره نشات، كيف تم نشات هي الحضاره في واحات تدمر، في نبع افقه، هو اساس نشوء هي الحضاره بتدمر. يعني أماكن كتير، وخلال سنوات من ما بلشت الجمعية لليوم شفنا كتير إنجازات لكم بالمحافظات السورية. خلينا نحكي عن توسع هاي الأنشطة وقدي صار يمكن كل رحلة عم تقوموا فيها وعم تعلنوا عنها عم بيكون في عدد كبير من الشباب راغبين أنه ينضموا لكم. تمام. هلا اول شيء خلينا نحكي هيك على فئه الشباب. اليوم نحن هدفنا الاساسي هو الشباب، ولما نحكي على الشباب هو الجيل اللي وعي بفتره الازمه او فتره الحرب خليني اقول، اللي هو صار عنده محدوديه بكثير من المعلومات. فاليوم كثير من الاشخاص بالوسط الخارجي لما نطلع على مكان يمكن نشوفه هو عادي، بس اليوم الشخص المتطوع المشارك معنا لما عم يطلع على مكان عم يرجع بفائده، عم يرجع بمعلومه او صوره او وثائقي بالنسبه له هو شيء جديد. هلا كيف نحن مرتب يعني مرتب لنشاط، كيف نحن موضوع الاستكشاف والتوسيع. هلا نحن بصراحه كل نشاط له هدف معين، سواء نحن نطلع نستكشف نبته او موقع اثري او حيوان، وكثير من الاحيان بصراحه بنرجع بمعلومات مهمه او احيانا ما بنتوفق. يعني نحن بنعرف البريه كثير كبيره، ونحن لما نطلع على نشاط يعني ضمن ال 24 ساعه بصراحه ما فينا نحقق هدف الاستكشاف بشكل عام. بس بالفترة الماضية كان لنا دور كتير مهم، خاصة بالعشر سنين الماضية خلينا نقول إحنا قدرنا نوثق الغزال السوري أو اليحمور اللي هو كان متاخد فكرة عنه إنه هو منقرض، الخنزير البري وكتير من النباتات المهمة بصراحة. وللأسف إحنا بالفترة الأخيرة صرنا عم نوثق الأضرار الناجمة عن البيئة، الصيد الجائر، القطع الجائر للغابات، ونحن لما عم نرجع عم نوثق هذا الشيء عم نرجع بمعلومات عن التغيرات اللي عم تصير، وعم نتعاون حتى نحن نحط توجيهات نحد من هي القصة، لانه يعني كثير من الصعب نحن اذا فقد شيء ضمن هالبريه كثير صعب نحن نرجع نعيده. كمان عم تشتغلوا على توثيق هي المناطق انتم، واليوم برحله الاستكشاف والبحث كل منطقه عم تستكشفوها عم توثقوها. خلينا اكيد يمكن الغايه شوي ممكن تكون ما أنا واضحة للبعض، خلينا نوضح الغاية، غاية التوثيق وكيف عم يتم كمان التوثيق. أنتم متأكدين من المعلومة أنه خلص هاي المنطقة توثقت؟ تمام. هلا إذا بدنا نحكي على التوثيق بشكل عام، التوثيق هو الجزء الهام المكمل لعمل الجمعية. أنا ما فيني أطلع على مكان استكشفه بس أنا لحالي بدون ما أرجع بوثائقي. ونحن عنا التوثيق له عدة أشكال ضمن الجمعية، من الصورة، الفيديو أو التقرير المكتوب. هلا كيف نحن بنحضر أو كيف نحن بنعرف إذا موجودة ولا لا؟ يعني مثل ما ذكرت نحن في عنا هدف أو نكون حاطين مثلا إنه نبحث عن نبتة معينة. أحيانا بتصدف إنه نحن قدرنا نوثق هي النبتة ورجعنا بالشيء اللي نحن مذكور، أحيانا ما بنتوفق، فبنعاود نحن مرات ثانية إنه نحن نرجع نحط على نفس الهدف، نرجع نبحث عنه. البرية كثير واسعة، برجع بقول يعني عملية استكشاف كثير بتاخذ وقت، صحيح. الوقت اللي احنا بنكون موجودين فيه ضمن البريه ما له كثير كافي اني انا اخذ كل يعني ارجع بكل اهدافه المرجوه. وحضرتك عم تحكي عم نتفرج كنا على مجموعه من الصور من اماكن مختلفه، لفت نظري يعني خليني اقول مثلا جولان، رحتوا على جولان، جولان قلنا اكيد وجولان عائد، اهميه بعض الاماكن اللي اليوم عم ترتبط بيمكن مثل ما حكيت تدمر وجولان، غير من الاماكن اللي تعرضت
للإرهاب، الأماكن الخطيرة اللي الناس يمكن حتى الآن ما بتعرف قديش في جزء منها كمان مهم وطبيعي ولازم يتم استكشافه. خلينا نحكي عن بعض هي الرحل المميزة اللي إلها أكثر من هدف، مو بس هدف استكشاف الطبيعة وتوثيقها. تمام، هذا الشيء كنا عم نشوف، احنا كنا بالقنيطرة المحررة. كان في معنا فئات من الشباب مختلفة بصراحة، احنا هون بهاي الأماكن أو اللي هي النشاطات البسيطة بنستهدف أعمار مختلفة، نرفع سوية العمر شوي لأنه كثير من الصعب يحسن الشخص يفوت على هيك مكان، فبيطلب تنظيم صح، بيطلب يعني موافقات صحيحة لدخول هذا المكان، خاصة يكون هو مثلا حساس أمنيا. مثلا عم نحكي على القنيطرة المحررة، عم نحكي على تدمر، مثلا تدمر كمان بحاجة إنه يكون في شخص عم يعرف عن المكان، يعرف على الطبيعة المتواجدة فيها. إذا عم نحكي مثلا احنا عن نشاطاتنا بهذا الصيف، نحن مهتمين كثير بخليج شط سرلوخ اللي هو بمحافظة اللاذقية بالقرم بدة كسب الحدودية اللي هو اسكندرون المحتل. اليوم هذا الخليج هو أخذ طابع الفريد من نوعه، بيئي مختلف بصراحة، من نادر جدا أن نلاقي هيك موقع بسوريا، فكان هو أحد محطة أهدافنا لهذا الصيف. كثير اشتغلنا، إذا بدنا نحكي شو الشغلات اشتغلناها ضمن هذا الخليج. الأول شيء لحتى يعرف شوي عنه، طريق الوصول له بصراحة صعب مرهق، المسافة هي 1.7 كيلومتر بس هو طريق الوصول له شاق، تضاريس وصعبة. حاولنا بالفترات الماضية نحن نحسن الخدمات الموجودة فيها، سوينا مثلا انشأنا حمامات ميدانية، حسننا من واقع الدرب، وضعنا لافتات طرقية في مداخل كانت ما لها آمنة، نحن قدرنا نسكرها ونفتح مداخل أأمن بحيث انه نخفف مستوى خطورة وصول لهذا الموقع. طيب خبرنا عن أهم وأبرز المناطق اللي تم توثيقها اليوم أو من خلال سنوات نشاطاتكم، صار في أكثر من مكان وثقتوا من الأهم والأبرز. هلا بصراحة إذا بنرجع على التاريخ شوي، لحن في عنا مغارة سؤادة اللي كانت بسويدا، هي كانت غير مستكشفة مسبقا، قدرت الجمعية هي تفوت عليها وتستكشفها بشكل كامل، وتوثقت من أكثر من جهة وتسجلت بالجهات الرسمية اللي احنا استكشفناها. إذا بدنا نحكي على شيء مشابه، نحن في عنا كهف الفقمة اللي باللاذقية، كمان هذا كان غير مستكشف مسبقا، احنا قدرنا نفوت ونستكشف هذا الكهف اللي هو كان فيه دلائل على تواجد الفقمة بهذا الكهف. بالإضافة قدرنا نوثق العديد من النباتات الهامة والحيوانات، يعني برجع بذكر مثلا اليحمور، الخنزير البري، شجرة اللزاب، وكثير من الأشياء الهامة اللي هي تسجلت ضمن الاستكشافات. طيب ياسر، يعني ونحن عم نحكي ما فينا ننكر قديش بلدنا مليانة أماكن حلوة. خلينا نحكي السنة، كل سنة بتحطوا تقريبا خلينا نقول مخطط ثابت انه نحن رح ننطلق من هاي الأماكن صيفا او شتاء او ما الى ذلك، شو بقيان لسه عنا بمخطط الجمعية لهاي الصيف؟ تمام، هلا احنا بصراحة بالسنين الماضية كل سنة بيكون في عنا مخطط ثابت، هلا مع الأسف بالسنوات الأخيرة صار عم نحط مخطط بس لكن هو متغير، يعني التغيرات اليوم صارت كثير كبيرة، خلينا نقول على مستوى التغيرات المناخية، تغيرات البيئة، الأماكن. هلا يعني محطاتنا احنا هلا يعني خلينا نقول هذا الصيف هو تركيزنا فقط على خليج شط السرلوخ. ان شاء الله هلا بالخريف حيكون في نقطه ثانيه هلا عم نشتغل عليها ان شاء الله، بحيث انه احنا نتوسع شوي بريف دمشق وبالمناطق القريبه من دمشق. يعني اكيد بدنا نتمنى لكم كل التوفيق وهيك المزيد من النجاح، وتستكشفون هيك لسه مناطق احلى واغرب. شكرا لك واهلا وسهلا. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. شكرا لك ولوجودك معنا، ونتمنى للفريق كل التوفيق. كل الشكر لكم، يعطيكم العافيه. وصلنا لختام صباحنا سلمى، شكرا لك، بقيه نهار حلو كمان، وبقيه نهار حلو لكم مشاهدينا. شكرا على المتابعه، وشكرا انكم بتضلوا بخير وبتسمعوا مني ان كنتوا لحالكم او برفقة الاشخاص يلي بتحبوها. باي باي. أكيد صباحنا خلص لليوم، ورح يكونوا مثل العادة كل يوم جمعة مع أهم وأبرز المحطات يلي مرقت خلال أسبوع من صباحنا، غير بكرة بحلقة خاصة بيست أوف، مثل العادة السبت مواضيع جديدة وضيوف جداد، وأيضا زميلات رح يكونوا من فريق صباحنا غير معكم. أي معلومات جديدة تحبوا تكون معنا يا ريت تراسلونا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ضلوا بألف خير، باي باي.